بدا العد العكسي لمباراه العوده عن النصف النهائي عصبه الابطال افريقيا كره القدم والتي ستكون القاهره مسرحا لهذه المقابله يوم الجمعه القادم امام فريق الاهلي المصري الذي سينازل فريق الوداد. لا داعي للعوده لمباراه الذهاب والوجه الباهت الذي قدمه الوداديون والنتيجه التي لم تكن ابدا متوقعه وحتى على المستوى المردوديه والعرض. الوداديون بالتاكيد نسوا مباراه الذهاب، ذهبوا مبكرا للعاصمه المصريه للاستئناس من الاجواء، وليس لهم ما يخسرونه في هذه المقابله، سيلعبون الكل للكل، هكذا عودنا الوداديون حتى ولو ان للفريق المصري الامتياز بحكم نتيجه الذهاب وارضيه الملعب، انما غياب الجمهور سيكون يمكن في مصلحه الوداد اكثر منه في مصلحه الفريق المصري الاهلي، اللي بالمناسبه يجب اعتراف ذلك بانه يضم مجموعه من النجوم واللاعبين اللي كيعطيو المناعه اللازمه، من ضمنهم الحارس كدير الشناوي، الظهير التونسي معلول، الظهير الايسر اشرف ايمن، الظهير ايمن اجاي، جيرالدو، الشحات، افشه، عبد المجيد، وغيرهم من اللاعبين اللي كيعطيو القوه كبيره للمدرب الجنوب افريقي موسيماني اللي تولى الامور التقنيه للفريق المصري الاهلي، هو المدرب السابق لفريق سان داونز من جنوب افريقيا. الوداد بالتاكيد سنشاهد بعض التغييرات في بعض المواقع كاسماء كمنظومه لعب. الكثير من الناس عتبوا المدرب الارجنتين كامودي انه اقترف اخطاء في تموضوع بعض اللاعبين، خصوصا لما اقر بان يدخل جران كليبيرو او مدافع متاخر مكان كومارا اللي كان جاهز 100%. كومارا بالتاكيد سيعود في هذه المقابله، وبالتاكيد سنشاهد استراتيجيه وتكتيك غيلعب الكل للكل. انا اتوقع يندفع من كل فرق الوداد مبكرا، ما فيها باس نقول اللاعبين الوداديين، غنكرر لكم ونكرر لهم انه غيكونوا رجال ويلعبوا من اجل سمعه الوداد وسمعه كره القدم المغربيه. يمكن يفوزوا ويتاهلوا، كما يمكن يتعادلوا، كما يمكن ينهزموا، الاهم يمحيوا ديك الصوره الباهته اللي بانوا بها في المركب الرياضي محمد الخامس، ويعطوا ديك الصوره المشرقه لفريق الوداد اللي كنامنوا الجميع بانه كيمر في هذه السنتين الاخيرتين واحد مرحله فراغ وعد تنازلي، ويمكن وغنعاود نكررها بعد نهايه هذه المقابله والمنافسات ديال عصبه ابطال افريقيا كره القدم. مسؤول الوداد لازم يجلسوا الطاوله واعاده ترتيب واحد المجموعه من الامور التي تخص مستقبل الفريق على مستوى الانتدابات واللاعبين، لان فريق الوداد ما يمكن الا يلعب على الالقاب ويكون دائما في الواجهه. ننتظر يوما كبيرا في كره القدم ولقاء كبير في كره القدم لفريق الوداد الذي قد يحدث المفاجاه، برغم ان المقابله على درجه عاليه من التعقيد. الى اللقاء.